بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني طلبة كلية التمريض، بنستكمل مع بعض سلسلة المحاضرات الخاصة بمادة الفسيولوجي للترم الأول لكلية التمريض، وهناخد النهاردة المحاضرة الرابعة. استكمالا لما بدأناه في المحاضرة السابقة، المحاضرة الثالثة، كنا بدأنا نتكلم عن الترانسبورت ثرو ذا سيل ميمبرين، واتكلمنا أنواع الترانسبورت المختلفة. قلنا عندنا حاجة اسمها باسيف ترانسبورت، دخلناها المرة اللي فاتت، وهناخد النهاردة نوعين من أنواع الترانسبورت، الأكتف ترانسبورت والسبيشيال تايبس أوف ترانسبورت. هنتناول النهاردة الأكتف ترانسبورت والسبيشيال تايبس أوف ترانسبورت. هنبدأ مع بعض يا شباب بالحاجات اللي هناخدها زي ما متعودين دايما في أول كل محاضرة. بناخد أول سلايد هي learning objectives الخاصة بالمحاضرة، يعني هناخد إيه في محاضرة النهاردة. هنتناول في محاضرة النهاردة الأكتف ترانسبورت، تمام، وهنعرف إن الأكتف ترانسبورت فيه منه البرايمري أكتف ترانسبورت والسكندري أكتف ترانسبورت. أيضا هناخد في محاضرة النهاردة السبيشال كاتيجوريز أوف ترانسبورت أو سبيشال تايبس أوف ترانسبورت، زي حاجة اسمها إندوسيتوزيس وإكزوسيتوزيس وترانسسيتوزيس وفلتريشن. يبقى احنا في محاضرة النهاردة هنتناول النوع التاني من الترانسبورت اللي هو بيحتاج طاقة. كنا خدنا في المحاضرة السابقة الباسيف ترانسبورت، وقلنا ان ده نوع من الترانسبورت ما بيحتاجش اي انرجي، ما بيحتاجش اي تي بي. اما في محاضرة النهاردة هناخد الاكتف ترانسبورت والسبيشال تايبز اوف ترانسبورت، ودي انواع بتحتاج انرجي. الاكتف ترانسبورت هناخد فيه البرايمري اكتف ترانسبورت والسكندري اكتف ترانسبورت، وناخد انواع اخرى من الترانسبورت، حاجه اسمها اندوسيتوزيس واكزوسيتوزيس وترانسسيتوزيس وفلتريشن. دي الحاجات اللي هناخدها في محاضره النهارده. بنبدا مع بعض يا شباب المحاضره. اول حاجه بذكركم ان الترانسبورت ثرو ذا سيل ميمبرين اهميته ان هو ده اللي بيعمل مينتين ديفرنس بتوين intracellular fluid and extracellular fluid، يعني الترانسبورت وعملية الترانسبورت هي اللي خلت هناك اختلاف ما بين الانتراسيلولار فلويد والاكستراسيلولار فلويد. كنا ذكرنا في المحاضرة السابقة وبنكرر دايما ان الانتراسيلولار فلويد فيه ثلاث حاجات زيادة اكتر من الاكستراسيلولار فلويد، كلهم بحرف البي: البوتاسيوم ايونز موجودة زيادة، والبروتينز والفوسفيت، وبقية الحاجات موجودة في الاكستراسيلولار فلويد بشكل اكبر. اتكلمنا ان انواع الترانسبورت اما يكون باسيف ترانسبورت، وعلى راس الباسيف ترانسبورت عمليه الديفيوجن بنوعيها السيمبل ديفيوجن والفاسيليتيتد ديفيوجن، ودي خدناها في المحاضره السابقه. انواع اخرى من الترانسبورت الاكتف ترانسبورت، وده هناخده النهارده، والسبيشال تايبس اوف ترانسبورت. نبدا بقى يا شباب محاضره النهارده بالاكتف ترانسبورت. الاكتف ترانسبورت اول حاجه هناخدها الديفينيشن، يعني ايه اكتف ترانسبورت؟ Active transport عبارة عن movement of molecules، حركة المواد المولكيولز أو الأيونز against concentration gradient. مهم جدا إن أنا أقول إن في الأكتف ترانسبورت أنا بنقل المولكيولز والأيونز ضد التركيز against electrical and chemical gradient، يبقى against concentration gradient، بنقله من الـ area of low concentration to area of high concentration. وعشان انا بنقل عكس التيار بحتاج في من هذا النوع من الترانسبورت انرجي. يبقى الاكتف ترانسبورت هو نوع من الترانسبورت اللي بنقل فيه المواد against concentration gradient، ولذلك انا بحتاج انرجي في هذا النوع من الترانسبورت. عشان كده يا شباب في الاكتف ترانسبورت انا بحتاج انرجي طاقه، يحتاج اي تي بيز انزيم عشان يحول الاي تي بي لاي دي بي ويديني انرجي، وايضا بحتاج كارير بروتين. يبقى انواع الترانسبورت اللي احنا فاكرين كنا خدنا المره اللي فاتت حاجه اسمها فاسيليتيتد ديفيوجن، نوع من انواع الديفيوجن، والديفيوجن ده باسيف ترانسبورت بحتاج فيه كارير بروتين الفاسيليتيتد ديفيوجن، وما كنتش بحتاج فيه انرجي. اما الاكتف ترانسبورت انا بحتاج فيه كارير بروتين وبحتاج فيه انرجي، عشان كده هنلخبطكم في اسئله الام اس كيو واقول لكم الاكتف ترانسبورت والفاسيليتيتد ديفيوجن مين فيهم بيحتاج انرجي. الاكتف ترانسبورت هو اللي بيحتاج انرجي، اما الفاسيليتيتد ديفيوجن بيحتاج اونلي تو كارير بروتين. اي ديفيوجن ايا كان ما بيحتاجش انرجي لانه نوع من انواع الباسيف ترانسبورت.
انواع الاكتيف ترانسبورت عندنا نوع اسمه برايمري اكتيف ترانسبورت ونوع اسمه سيكندري اكتيف ترانسبورت. طب نبدا بقى ناخد اكزامبلز للبرايمري والسيكندري اكتيف ترانسبورت. نتكلم عن البرايمري اكتيف ترانسبورت. هنقول لكم اهم بامب مضخه للايونات موجوده في جسمي بوجه عام هي حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. دي بامب مهمه جدا ولها دور كبير جدا في جسمي، موجوده في كل الخلايا الموجوده في جسم الانسان وفي خلايا الانيمال سيلز. One of the most important pump in the animal cells بنسميها sodium potassium pump، ودي example للprimary active transport. طيب الصوديوم potassium pump دي بتقدر بتخلي الأمور طبيعية. طبعا احنا بنقول لكم يا شباب، احنا بنقول لكم دايما نقول لكم ان البوتاسيوم ايونز تركيزها جوه الخلايا بيكون كتير، وان الصوديوم ايونز تركيزه بيكون بره الخليه اكتر من جوه الخليه. الصوديوم بوتاسيوم بامب وظيفتها الاساسيه تو مينتين النورمال كونديشن عشان ما نتلخبطش، يعني بتخلي البوتاسيوم يدخل جوه الخلايا ويزيد، وتخلي الصوديوم يخرج بره الخلايا ويزيد بره الخلايا. تمام. الصوديوم بوتاسيوم بامب بتحرك تلات ايونات صوديوم لبره الخلايا او سايز ذا سيل، وبتحرك 2 ايونز اوف بوتاسيوم تو ذا سيل، يعني بتخرج 3 صوديوم وبتدخل جوه الخليه 2 بوتاسيوم. عمليه الترانسبورت بالصوديوم بوتاسيوم بامب محتاجه اي تي بي، محتاجه طاقه، لان محتاجين فيها انرجي لانها نوع من انواع الاكتيف ترانسبورت. عشان احتاج طاقه فمحتاج اي تي بي، فمحتاج اي تي بيز انزيم عشان يحول الاي تي بي لاي تي بي ويديني انرجي. طيب عايزين امور تتضح يعني اكتر من كده، نبدا ناخد شكل الصوديوم بوتاسيوم بامب. ده الشكل الخاص بالصوديوم بوتاسيوم بامب. هنلاحظ يا شباب ان الصوديوم بوتاسيوم بامب فيها سايتس عشان يمسك فيها البوتاسيوم من بره. طب بتمسك بكام بوتاسيوم من بره؟ بتمسك باتنين بوتاسيوم، تدخل 2 بوتاسيوم جوه الخليه. طيب وفي جوه سايت بيمسك ايه؟ الصوديوم. تمام. بتمسك كام صوديوم يا شباب؟ بتمسك 3 صوديوم عشان تخرجهم بره الخليه. تمام. الصوديوم بوتاسيوم بامب بتدخل 2 بوتاسيوم جوه الخليه وبتخرج 3 صوديوم، وعشان تقوم بهذه العمليه لابد من وجود ايه؟ اي تي بيز انزيم اللي بيحول الاي تي بي لاي دي بي عشان احصل على الطاقه عشان تتم عمليه الاكتيف ترانسبورت. ولاحظتوا كده يا شباب ان الصوديوم بوتاسيوم بامب هدفها انها تدخل البوتاسيوم من بره الخليه لجواها، يعني الجينست كونسنتريشن جريدينت، وايضا تخرج الصوديوم من جوه الخليه لبراها. بره الصوديوم تركيزه عالي، فانا عايز اخرجه للتركيز العالي يعني against concentration gradient. وبذلك الصوديوم بوتاسيوم بامب considered as active transport، بحتاج فيه طاقة، بحتاج ATPs enzyme، بحتاج energy. الصوديوم بوتاسيوم بامب فيها alpha subunit و beta subunit. الالpha subunit دي اللي فيها receptors خاصة بالبوتاسيوم والصوديوم، والبيتا subunit دي اللي فيها الATPs activity زي ما شفنا في الرسمة دي. والتفاصيل التركيبة الصوديوم بوتاسيوم بامب مش عليكم، بس عشان نبقى فاهمين يا شباب ايه اللي بيحصل بالظبط في الصوديوم بوتاسيوم بامب. دي نوع من انواع البرايمري اكتيف ترانسبورت. يبقى الصوديوم بوتاسيوم بامب، طيب واحد يقول لي طب ايه وظيفة الصوديوم بوتاسيوم بامب؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب ليها وظائف متعددة ومتنوعة. أول حاجة الصوديوم بوتاسيوم بامب بتعمل مينتين نورمال كونسنتريشن اوف صوديوم اند بوتاسيوم ان ليفينج سيلز. احنا كلنا عايزين الصوديوم يبقى كتير بره الخلية والبوتاسيوم كتير جوه الخلية. الصوديوم بوتاسيوم بامب بتحقق هذه المعادلة بحيث ان هي بتدخل البوتاسيوم لجوه الخلية وبتخرج الصوديوم لبره الخلية. تاني حاجة وظيفة للصوديوم بوتاسيوم بامب ان مسؤولة عن حاجة اسمها الريستنج ممبرين بوتنشيال. خدته في ثانوي ان كهربة الخلية اثناء ديورينج ريست بتكون نيجاتيف من جوه وبوزيتيف بره، ودي نتيجة حاجتين، حاجة اسمها سيلكتيف بيرميابيليتي النفاذية الاختيارية للايونات، وحاجة اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب.
فالصوديوم بوتاسيوم بامب مسؤوله عن كهربه الخليه ديورينج ريست، اثناء الراحه كهربه الخليه كرييتد بحاجتين، سيلكتيف بريميابيليتي النفاذيه الاختياريه والصوديوم بوتاسيوم بامب. الاثنين دول مع بعض هما اللي بيعملوا الريستنج من بريم بوتنشال، يعني كهربه الخليه ديورينج ريست. اذا الصوديوم بوتاسيوم بامب واحده من العوامل اللي بتاثر على الريستنج من برين بوتنشال. الوظيفه الثالثه للصوديوم بوتاسيوم بامب مهمه وبتلعب ميجور رول، يعني عامل مهم جدا، ان جنريتنج ذا فولتج اكروس ذا سيل ميمبرين. طبعا واحنا بنرسم الخليه بنرسمها من جوه نيجاتيف ومن بره بوزيتيف. طيب الصوديوم بوتاسيوم بامب از الكتروجينيك بامب. يعني ايه الكتروجينيك بامب؟ يعني بتخلق فرق شحنه ما بين جوه الخليه وبراها. طب ازاي؟ انا لو كنت بدخل 2 صوديوم بوتاسيوم وبطلع 2 صوديوم، يبقى انا في فولتج ما بعملش ديفرنس، ولكن انا بعمل ايه؟ بدخل 2 بوتاسيوم وطلع 3 صوديوم. يعني بدخل البوتاسيوم والصوديوم دول بوزيتيف، دخلت 2 بوزيتيف وطلعت 3 بوزيتيف، يبقى انا كرييت ايه؟ نيجاتيفيتي جوه الخليه اكتر، يعني بعمل فرق جهد ما بين طرفي الممبرين السيل ممبرين. فدي بنسميها الكتروجينيك بامب، بامب بعمل فرق جهد ما بين طرفي السيل ممبرين، تمام؟ بحيث ان انا بطلع 3 صوديوم وبدخل 2 بوتاسيوم، فكرييت نيجاتيفيتي انسايد ذا سيل، يعني بخلق نيجاتيفيتي، بخلي جوه الخليه مور نيجاتيف. يبقى دي الوظائف الثلاثه للصوديوم بوتاسيوم بامب، انها بتعمل مينتيننج النورمال كونسنتريشن بتاع الصوديوم والبوتاسيوم ان ليفنج سيلز، تمام، بحيث ان هي بتدخل لي البوتاسيوم جوه الخليه وتطلع الصوديوم بره. تاني حاجه انها مسؤوله عن الريستنج ميمبرين بوتنشال، مهمه ومسؤوله عن الريستنج ميمبرين بوتنشال بقدر مع السيلكتيف بيرميابيليتي. وتالت حاجه انها بتلعب دور حاجه اسمها الكتروجينيك بامب، يعني هي اللي بتخلق فرق جهد ما بين طرفي السيل ميمبرين، بتخلي الخليه مور نيجاتيف انسايد. الصوديوم بوتاسيوم بامب، تمام، هي مهمة جدا وبتعمل كوريكشن للكونسنت، بترجع لي تاني للريستنج من برين بوتنشال، وقلنا انها بتخلق حاجة اسمها الكتروجينيك بامب. طيب هل عندي يا شباب بعض الاكزامبلز الاخرى للبرايمري اكتف ترانسبورت؟ انا قلت الصوديوم بوتاسيوم بامب برايمري اكتف ترانسبورت، هل في حاجات تانية؟ بامب طبعا كتيرة جدا جدا، وطبعا مش متسع ان احنا نقول اكزامبلز كتيرة، ولكن هنقول تو اكزامبلز تاني للبرايمري اكتف ترانسبورت، حاجه اسمها كالسيوم بامب وحاجه اسمها هيدروجين بامب. الاثنين دول بنعتبرهم برايمري اكتف ترانسبورت. الكالسيوم بامب موجوده فين؟ موجوده في العضلات المسلز، تمام، والهيدروجين بامب موجوده في البرايتال سيلز في الجاستريك جلاندز، يعني موجوده في الجاستريك جلاند، يعني في الاستومك، استومك اللي هي المعده، الجاستريك جلاندز اللي هي الغدد الموجوده في المعده، وموجوده ايضا في الديستال كونفوليوتد تيبيولز، لو استبدلناها بكلمه النفرون، النفرون اللي موجود في الكدني الهيدروجين بامب موجوده. يبقى الكالسيوم بامب كونسيدرد از A type of primary active transport موجودة فين؟ في المسلز. كالسيوم موجود في المسل، والهيدروجين بامب موجودة في مكانين، موجودة في المعدة بتاعتنا عند الجاستريك جلاندز الغدد الموجودة في المعدة، وأيضا موجودة في الكيدني في الكلية عند النيفرون، في جزء من النيفرون نسميه distal convoluted tubules. يبقى انا لو قلت قول لي اكزامبلز للبرايمري اكتف ترانسبورت، على راس الاكزامبلز واهم اكزامبل عندنا هو ايه؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب. تاني اكزامبلز هنقول اتنين تانيين، الكالسيوم بامب والهيدروجين بامب. طب ندخل يا شباب بقى تاني على السكندري اكتف ترانسبورت. السكندري انا قلت ان الاكتف ترانسبورت نوعين، يا اما ان يكون برايمري اكتف ترانسبورت، يا اما ان يكون سكندري اكتف ترانسبورت. سكندري اكتف ترانسبورت يعني ايه؟ ان انا بشيل ماده بدفعش فيها طاقه على حساب ماده اخرى بدفع فيها طاقه. انا مثلا الصوديوم بدفع فيه طاقه، اشيل على البيعه معاه ايه؟ معاه جلوكوز، يبقى انا شلت الجلوكوز سكندري تو اكتف ترانسبورت اوف صوديوم. يبقى انا لما اشيل الصوديوم، تمام، على كارير بروتين، تمام، والكارير بروتين ده بيشيل الصوديوم وبالمره ياخد معاه الجلوكوز، نسميها سكندري اكتف ترانسبورت. زي مثلا انا مثلا جاي في الطريق من بلدي لكليه، فماشي بعربيتي دافع طاقه، دافع بنزين في العربيه، قابلت واحد ركبته معايا ومشي معايا
من غير ما يدفع اي حاجه، ووصلته للمكان اللي هو فيه. انا كده السكندري هو اتنقل لي المكان التاني عن طريق ايه؟ عن طريقي انا اللي نقلته. يبقى الصوديوم هو الاكتيف ترانسبورت، والجلوكوز هو سكندري اكتيف ترانسبورتد ثرو الكارير بتاع الصوديوم. يبقى سكندري اكتيف ترانسبورت زي الصوديوم والجلوكوز. ايه اللي بيحصل؟ ده كارير بروتين بيشيل الصوديوم، تمام، وبالمره شال معاه الجلوكوز، سكندري اكتيف ترانسبورت. طب واحد يقول لي الصوديوم بوتاسيوم بومب ده سكندري، لا، الصوديوم بوتاسيوم بومب الاثنين لازم يركبوا في الكارير بروتين، والكارير بروتين مش هيشتغل الا لما الاثنين يركبوا ويدفع طاقه في الاثنين. اما الكارير ده بيشيل صوديوم طول عمره، وفي مكان تاني ممكن يشيل جلوكوز وممكن ما يشيلش ويعدي الصوديوم، ولكن مش هيشتغل. ممكن يشتغل لو الصوديوم ركب لوحده، ولكن الجلوكوز لو ركب مع البيع ما يجراش حاجة. إذن الجلوكوز اتنقل بالسكندري اكتف ترانسبورت للصوديوم. السكندري اكتف ترانسبورت ممكن نسميه ايضا كو ترانسبورت. كو ترانسبورت يعني حصل كوابريشن، يعني ايه؟ حصل تكامل ما بين تو ديفرنت موليكيولز، بدأوا يتعاونوا وينتقلوا مع بعض، بس في الأساس في واحد منهم بس اللي بيدفع له طاقة زي الصوديوم والجلوكوز، كو ترانسبورت. طيب احنا ممكن ننقل مادتين في اتجاه واحد، تمام، وين لما يحصل كوبريشن، يعني ننقل المادتين ديفرنت موليكيولز بيمشوا في اتجاه واحد، بنسميه ايه؟ بنسمي سيم بورت، يعني الاثنين ماشيين في اتجاه واحد. لما التو موليكيولز بيمشوا في اتجاهين متعاكسين نسميها انتي بورتر، تمام. يبقى ممكن الموليكيولز اللي انا بنقلهم يمشوا في اتجاه واحد زي الصوديوم والجلوكوز في الكارير اللي خدناه من شويه، او ممكن انقلهم في اتجاهين مختلفين، يبقى ده بنسميه انتي بورتر، تمام. طيب ناخد بقى اكزامبلز للسكندري اكتيف ترانسبورت. ممكن نسميه كو ترانسبورت او كاونتر ترانسبورت. كو ترانسبورت يعني ايه؟ يعني الاثنين بيتنقلوا في السيم دايركشن. الكارير بروتين لو جينا كده وقلنا ان الكارير بروتين يا شباب، الكارير بروتين ايه؟ ترانسبورت تو ديفرنت موليكيولز، بينقل تو ديفرنت موليكيولز ايه؟ ان ذا سيم دايركشن، في نفس الدايركشن. اكزامبل عندنا زي الصوديوم والجلوكوز، زي الصوديوم والايه؟ زي الصوديوم والجلوكوز. اكزامبل عندنا زي الصوديوم والايه؟ والجلوكوز، وايضا الصوديوم والامينو اسيدز كو ترانسبورتر. يبقى الكو ترانسبورت انا بنقل المادتين في نفس الاتجاه اللي بنسميها اسم تاني سيم بورت، او نسميها كو ترانسبورت. طب لما بنقل المادتين بقى، المادتين مش في نفس الاتجاه، تمام، في اتجاهين مختلفين. لما الكارير بروتين ترانسبورت تو ديفرنت مولكيولز ان ذا اوبوزيت دايركشن، زي ما بيحصل الصوديوم والهيدروجين انتي بورتر. صوديوم وهيدروجين انتي بورتر في الكدني، الصوديوم والهيدروجين انتي بورتر في الكدني، والصوديوم والكالسيوم انتي بورتر. يعني انا بنقل الصوديوم في اتجاه وانقل عكسه الهيدروجين في اتجاه اخر. طب هنفهمها ازاي؟ بالرسمه لما هتتضح لكم بعد كده. وده يقول لنا ايه انواع الاكتيف بروتين كارير. احنا عندنا كارير بنشتغل في الاكتيف ترانسبورت نسميه الاكتيف بروتين كارير. ممكن الاكتيف بروتين كارير يكون يونيبورت، يعني ايه؟ يعني بيشيل ماده واحده، ترانسبورت وان سبستنس ان وان دايركشن، زي الكالسيوم بامب اللي هو نوع من انواع البرايمري اكتيف ترانسبورت. او ممكن الكارير ده ينقل مادتين in the same direction نسميه same port، اتنين في نفس الدايركشن، او الكو ترانسبورت. same port هو الكو ترانسبورت، بينقل الاتنين simultaneously يعني مع بعض in the same direction زي الصوديوم بوتاسيوم بامب. او ممكن يكون anti port، يعني ينقل مادتين عكس بعض في اتجاهين مختلفين زي الصوديوم بوتاسيوم بامب. انا بنقل الصوديوم واطلعه بره الخليه وادخل البوتاسيوم جوه الخليه نسميها anti port. السيم بورت والانتي بورت الاثنين دول بنسميهم كو ترانسبورت، تمام، او كاونتر ترانسبورت لو كانوا في اتجاهين مختلفين. دي رسمه بتوضح لي الكارير بروتين لما يكون يوني بورت يعني ايه؟ ينقل ماده في اتجاه واحد، تمام، او سيم بورت يعني ينقل مادتين في اتجاه واحد، او انتي بورت ينقل ماده في اتجاه والماده الاخرى في اتجاه اخر. طيب ده كده اتكلمنا عن الاكتيف ترانسبورت يا شباب، اللي قلنا ان الاكتيف ترانسبورت ممكن يكون برايمري اكتيف ترانسبورت او سكندري اكتيف ترانسبورت. وقلنا ان البرايمري اكتيف ترانسبورت زي الصوديوم بوتاسيوم بامب، الكالسيوم بامب، والهيدروجين
بامب. والسكندري اكتف ترانسبورت ممكن يكون كو ترانسبورت او كاونتر ترانسبورت، تمام؟ والكو ترانسبورت زي الصوديوم والجلوكوز او الصوديوم والامينو اسيد، والكاونتر ترانسبورت زي الصوديوم والهيدروجين ايون. وفهمنا انواع الكارير بروتين، ممكن يكون يوني بورت او سيم بورت او انتي بورت. هنبدا نتناول الجزء الثاني من المحاضره اللي هو السبيشال تايبس اوف ترانسبورت، انواع مختلفه من الترانسبورت. حاجه اسمها فيزيكولار ترانسبورت، موجودين في حاجه اسمها اندوسيتوزيس واكزوسيتوزيس، وفي طريقه نقل اخرى اسمها ترانسسيتوزيس، وفي الفلتريشن. يبقى انا هاخد اربع حاجات في السبيشال تايبس اوف ترانسبورت. نبدا مع بعض نتكلم عن الفيزيكولار ترانسبورت. ده نوع من انواع الاكتيف ترانسبورت، وهو عباره عن موفمنت اوف لارج مولكيولز، حركه المولكيولز اللي حجمها كبيره او البارتكلز. موجوده بقى محطوطه في فيزيكال، في حويصله، ادخلها جوه الخليه في حويصله او اخرجها من الخليه في حويصله. دي نوع من انواع الاكتيف ترانسبورت، يعني بستخدم فيها طاقه. انواع الفيزيكولار ترانسبورت اما ان تكون اندوسيتوزيس او اكزوسيتوزيس، ومن اسمها اندوسيتوزيس يعني بدخل حاجه جوه الخليه في فيزيكال في حويصله، اكزوسيتوزيس يعني بطلع حاجه من جوه الخليه لبراها، تمام؟ طيب نبدا بقى يا شباب نتكلم عن الاندوسيتوزيس. اندوسيتوزيس يعني حاجه هندخلها من بره الخليه ندخلها جوه الخليه، حاجه بره الخليه ادخلها بره جوه الخليه. عندنا نوعين من الاندوسيتوزيس، حاجه اسمها بينوسيتوزيس او فاجوسيتوزيس. البينوسيتوزيس دي موجوده في كل الخلايا. بينوسيتوزيس بنسميها سيل درينكينج، كان الخليه بتشرب، لان الحاجه دي هتدخل في فيزيكال مليانه بفلويد، تمام؟ بحتاج عمليه الفاجوسيتوزيس بوجه البينوسيتوزيس او الفاجوسيتوزيس او الاندوسيتوزيس بوجه عام، الماده لازم تكون لارج فيري لارج ووتر سوليبل سبستانس. بستخدم الماكرو موليكيولز، لان لو صغيره كانت دخلت بنوع تاني من الترانسبورت. بستخدم المواد بتكون كبيره في الحجم زي البروتينز، ممكن تدخل جوه الفيزيكلز وتدخل جوه الخليه ويحصل لها انفاجينيشن من الاكسترا سيلولار فلويد وتدخل جوه الخليه في فيزيكال، زي ما هنشوف في رسمه بعد شويه. الفاجوسيتوزيس بقى دي مش في كل الخلايا، في خلايا جهاز المناعه، الخلايا الوايت بلاد سيلز، الفاجوسيتيك سيلز، دي خلايا مسؤوله عن اننا تلتهم البكتيريا وتتخلص منها، بتدخل جوه الخليه المناعيه عشان الخليه المناعيه تقدر تتخلص من البكتيريا المعينه. بنسميها سيل ايتينج، يعني الخليه بتاكل مش بتشرب. ودي محتاجين فيها لارج بارتيكلز زي البكتيريا والديد تيشوز عشان تدخل واقدر اتخلص منها. في نوع من الاندوسيتوزيس، نوع بيكون سريع وبنسميه ريسبتور ميديتد اندوسيتوزيس، يعني بيحتاج ريسبتورز عشان تمسك فيها الحاجه سبيسيفيكلي، حاجه معينه يدخلها جوه الخليه، او بنسميها ريسبتور ميديتد اندوسيتوزيس. طيب عايزين الامور تتضح اكتر في الاندوسيتوزيس بنوعيها، اللي هو البينوسيتوزيس اللي هو السيل درينكينج اللي موجود في كل الخلايا، والفاجوسيتوزيس اللي موجود بس في خلايا جهاز المناعه. انا عندي حاجه بره هي عايزه ادخلها جوه الخليه، تدخل جوه فيزيكال انفاجينيتد في السيل وول، تمام؟ وتروح داخله لحد ما تدخل كده، وبعد كده تدخل كلها وتنفصل عن السيل ميمبرين وتدخل جوه الخليه. دي سميناها ايه؟ اندوسيتوزيس، تمام؟ طيب ناقد بقى مقارنه كده ما بين نوعي الاندوسيتوزيس. اندوسيتوزيس يعني حاجه بتدخل جوه الخليه، اما ان تكون بينوسيتوزيس ودي موجوده في كل الخليه او السيلز، او فاجوسيتوزيس دي موجوده فقط في الفاجوسيتيك سيلز في خلايا جهاز المناعه. البينوسيتوزيس الخليه الماده بتكون محطوطه في فلويد فنسميها زي سيل درينكينج، اما الفاجوسيتوزيس سيل ايتينج، الخليه بتاكل. الاثنين لازم يكون لارج بارتيكلز، ولكن في الفاجوسيتوزيس بتكون بكتيريا لان دي خلايا مناعه. السبستانس بتكون في سوليوشن في البينوسيتوزيس، وبتكون مش موجوده في سوليوشن في الفاجوسيتوزيس. في البينوسيتوزيس ما اقدرش اشوفها بالميكروسكوب، اما في الفاجوسيتوزيس سيند باي مايكروسكوب. دي مقارنه اضافيه عشان نوضح بيها المعلومات اللي عليكم، ان كانت المقارنه دي مش موجوده عندكم في الكتاب المقرر عليكم. ناخد بقى الحاجة التانية من أنواع الفيزيكولار ترانسبورت. أنا بنقل مادة في فيزيكال، أنا خدت بقى لما نقلت المادة ودخلتها جوه سميناها اندوسيتوزيس. آخد بقى لما أنقل حاجة من جوه الخلية وأطلعها بره، في حاجة اسمها اكزوسيتوزيس، عبارة عن movement of large molecules from inside the cell to outside the cell. عشان كده السبستانس بتطلع بقى تاخد جزء من السيل ميمبرين الخاص بالخلية. طيب واحد يقول لي أنا دلوقتي السبستانس جاية من بره، تمام؟
السبستانس دي وهي داخله جوه الخليه بتمسك في الخليه في عمليه الاندوسيتوزس، وفي عمليه دورات الماده دلوقتي في الاكزوسيتوزس هيحصل الكلام اللي احنا بنقوله ده. لحظه بس يا شباب، لو خدنا الرسمة الخاصة بالإندوسيتوزيس هتلاحظوا حاجة كده هتحصل في الرسمة. أنا داخل بالمادة جوه في فيزيكال وإنفاجينيتد في السيل ميمبرين، وبعد كده السيل ميمبرين خدته ودخلت به، يعني كأن قطعت جزء من السيل ميمبرين ودخلت به جوه الخلية. يبقى السيل ميمبرين ساعتها هيقل في الحجم بتاعه، هيقل تمام، مساحة السطح بتاعته هتقل. طب في الاكزوسيتوزيس بقى ايه اللي بيحصل؟ العكس، ان انا بدأت اطلع بالمادة في فيزيكال، بدأت تطلع لحد ما طلعت وثابت الجزء ده في السلميمبرين، فالسلميمبرين يكبر. فلازم يكون فيه بالانس ما بين الاندوسيتوزيس والاكزوسيتوزيس عشان اقدر احافظ على السيرفيس اريا الخاصة بالسلميمبرين، عشان السيرفيس اريا دي ما يحصل لهاش لا ديكريزد ولا انها تكون ريداندنت وتزيد. تمام، ديكريزد زي في حالة الاندوسيتوزيس، او انها تكبر زي في حالة الاكزوسيتوزيس. ففي بالانس ما بين عملية الاندوسيتوزيس للخلية والاكزوسيتوزيس عشان في الاخر اقدر احافظ على السيل ميمبرين بالحجم او السيرفيس اريا الطبيعية بتاعته. طب هناخد بعد كده نوع من انواع ترانسبورت، ترانسسيتوزيس، ان انا بنتقل عبر الخلية. ترانس يعني عبر، سيتوزيس عبارة عن ترانسبورت ميكانيزم ان ويتش ذا اكسترا سيلولار موليكيولز انترز through one side of the cell, migrate across the cytoplasm of the cell and exit through the other side. يعني إيه صورة كده؟ إن هبدأ أدخل بمادة، المادة دي بيحصل لها migration عبر الخلية، transcytosis. تمام؟ ودي نوع من أنواع الترانسبورت. في نوع آخر من أنواع الترانسبورت اسمه الفلتريشن، وده عبارة عن movement of water and solutes from area of higher hydrostatic pressure to an area of hydrostatic pressure أقل. تمام، وده بيحصل في الكابيلاريس والكيدنس، ولو كان فيه تفاصيل بعد كده هتكون عليكم لو خدناها في الكيدني، أو لو اتكلمنا الجزء الخاص بالكارديوفاسكولار بعد كده ممكن يبقى فيه تفاصيل عن عملية الفلتريشن. انت عليك تعرفها كاسم. يبقى انا انواع السبيشال تايبس اوف ترانسبورت، يا اما فيزيكولار ترانسبورت بنوعيه اندوسيتوزيس او اكزوسيتوزيس، يا اما ترانسسيتوزيس النقل عبر الخليه، او فلتريشن انا اعمل فلتريشن للميه او السوليوس من اريا اوف هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن. ده بيحصل في الكابيلاريس في الشعيرات الدمويه، او في الكيدنس في الكابيلاريس زي ما بيحصل مثلا عند التيشوز لما بروح اديها سبلاي بالاكسجين والنيوتريانس الخاصه بالخليه. تمام، ببريشرز معينه طبعا، الكلام وتفاصيله مش عليكم. طيب حابب بقى الخص الكلام اللي احنا قلناه في الترانسبورت بوجه عام في هذا الجدول. احنا خدنا سم الديفيوجن، تمام، وخدنا الاوزموزس وده نوع من انواع الديفيوجن، تمام، للميه، وخدنا الفاسيليتيت الديفيوجن، تمام، خدنا السيمبل ديفيوجن والاوزموزس دي سبيشال تايبس اوف ديفيوجن خاص بالميه، والفاسيليتيت ديفيوجن والاكتيف ترانسبورت. تيجي نقارن بينهم يا شباب، نقارن بينهم من حيث ايه؟ هل هي اكتف ولا باسف؟ طبعا الحاجات الباسف هي الديفيوجن والاوزموزس والفاسيليتيت ديفيوجن. السيمبل ديفيوجن والاوزموزس والفاسيليتيت ديفيوجن دي حاجات كلها باسف. اما لو اتكلمت عن الاكتف ترانسبورت دي اكتف، تمام، بحتاج فيها طاقه. المولكيولز وحركتها، المولكيولز في الديفيوجن السيمبل ديفيوجن بتكون صغيره وهيدرو فوبيك يعني محبه للميه. اما الاوزموزس انا بتكلم عن حركه الميه، اما الفاسيليتيت ديفيوجن بتكلم عن حركه مواد بتكون كبيره شويه بتحتاج لسبيشال كارير بروتين. في الاكتيف ترانسبورت ممكن اي حاجه، ولكن ده تنطبق عليها الشروط دي تكون كبيره او تكون الكتريكالي او تكون زي الايونز محتاجه انرجي لنقلها من الجينس تو كونسنتريشن جريدينت. الدايركشن الخاص بالباسيف ديفيوجن سواء كان ديفيوجن او اوزموزس او فاسيليتيد ديفيوجن بيكون توردز ذا كونسنتريشن جريدينت كلها، اما في الاكتيف ترانسبورت بيكون اجينس تو كونسنتريشن جريدينت. بحتاج طاقه فقط في الاكتيف ترانسبورت، الطاقه بحتاجها بس في الاكتيف ترانسبورت، والكارير بروتين بحتاجه في الفاسيليتيد ديفيوجن وفي الاكتيف ترانسبورت. ده جدول مهم عشان يلخص لنا الحاجات اللي ممكن تسأل في الام سي كيو.
بكده نكون وصلنا إلى نهاية المحاضرة، محاضرة النهاردة اللي خدنا فيها أنواع الأخرى من الترانسبورت، الأكتيف ترانسبورت بنوعيه برايمري أكتيف ترانسبورت وسكندري أكتيف ترانسبورت، وأيضا خدنا فيها السبيشال كاتيجوريز أوف ترانسبورت، خدنا فيها الإندوسيتوزيس والإكزوسيتوزيس والترانسسيتوزيس والفلتريشن. نشوفكم على خير إن شاء الله، وبكده نكون انتهينا من المحاضرات الخاصة بالإنترودكشن، ودي المحاضرة الرابعة والأخيرة في الإنترودكشن، وإن شاء الله المحاضرة الجاية نبدأ نتكلم عن الأوتونوميك نيرفس سيستم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.